اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إلى العدول عن خطتها لخفض ضريبة الدخل على الأثرياء بعد 10 أيام فقط على الإعلان عن موازنة أثارت الفوضى في الأسواق وانتقادات حادة على وقع ارتفاع كلفة المعيشة. وحسب المراقبين فقد تسببت خطط ليز تراس في أزمة تتعلق بثقة المستثمرين في الحكومة، مما أدى إلى تقويض قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية، كما أجبر بنك إنجلترا المركزي إلى التدخل ببرنامج بلغت قيمته أكثر من 6,000 مليار دولار من أجل دعم الأسواق. سياسة ليز تعرضت كذلك لمعارضة عدد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين علناً، قائلين إن خفض الإنفاق الحكومي ورفع الاقتراض لتمويل التخفيضات الضريبية لمن هم أكثر ثراء محفوف بالمخاطر السياسية في ظل أزمة تكلفة المعيشة. ويمثل القرار أول تراجع عن سياسة بالغة الأهمية في عهد رئيسة الوزراء ليز تراس التي تولت مهامها قبل أقل من شهر فقط.